والله العظيم كل ما أنزل راح أجي أمر عليكم وأسلم على هذا المشهد. تغمض عيونها يا إخوان. دقيقة خلها من سالفة تغمز ولا ما تغمز، جالس تدخن يا ابن الحلال، جالس تدخن. استغفر الله العظيم. المهم يا إخوان، بدأت المقطع، لا تنسون اللايك، لا تنسون اللايك، الله يرحم والديكم. نبه المقطع يوصل 10 لايك، لا 10 وصلناها المقطع اللي فات، هالمرة نبه نوصل 20 يا إخوان. ليبا كوفي يحط لي اليوم، راح نضبط موضوع البيتكوين مثل ما قلنا في الحلقة الماضية. وقبل موضوع البيتكوين عندي لكم هذا الجدار يا إخوان، الحوسة هذه كلها أنا سويتها في هذا الجدار عشان تشوفون اللوحات اللي طلبناها في الحلقة الماضية كاملة. صراحة كلهم كويسين، ممكن أوزعهم في المحل. اللي عاجبني هذا وهذا يا إخوان، ممكن نحطه بدل المكيف هذا. والله فكرة ممتازة. على فكرة أنا طيرت المكيف اللي هناك وحطيت اللوحة، لأن حركة التكييف واضح إنه ما أبوها داعي مثل ما تشوفون. محل المكيفات هذا اللي قلنا بدل الخضرة. يوه من زمان أنا ما حطيت سبراي في المحل، شكله مربح. أي والله معليش يا أخوان. نرجع لموضوع البيتكوين. ماينر كود، نحتاج الكود من البي سي هذا الظاهر، وهنا سرعة التعدين وكم الباور. قبل كل شيء نحط كرت الشاشة. إيش رأيكم نجرب نحط كرت شاشة واحد وبعدين نزيد، وهذا تطبيق الماينر نشوف من خلاله الكود. مفروض هذا الكود TZB3N6 working. اوكي 50 ميجا هرتز المايننج، والباور 3.5. اول كان 0.0 مثل ما تشوفون، الحين مفروض يزيد. ايوه يا حبيبي بدأت المزرعة يا اخوان، بدأت مزرعة التعدين. مفروض ان الخمس كروت تجيب لنا 250. والله يا اخواني يوم ركبت كروت الشاشه هني اسمع صوت البي سي عندي، صوت المراوح اشتغلت بقوه. ما ادري اسوي التعدين هنا ولا هناك انا. طيب 250. الحين نرجع للبيتكوين سعرها كم؟ مثل ما قلنا 40,000. بس هل انا عندي شيء؟ عندي 0.0020. طيب لو دخلنا الرقم هذا ما اقدر. شوف يزيد. طبعا انا ما اريد واحد، اريد 0.5 بس، نصه يعني 20,000. ال 20,000 كم ياخذ وقت مني؟ طبعا خلال هذا الوقت لازم ايش؟ نشغل برضو هذا. واو 48,000. خلاص هنا الطناخ يا اخوان. هذا اتوقع يحتاج تكييف. اوكي في تكييف فوقه مره تمام عشان لا يحترق ونجيب ام العيد. بس في شغله انا عندي اللي هو هذا اشترته وما اتوقع، هذا بدون كرت شاشة يعني خلاص كرت الشاشة فيه، عرفت؟ اذا ما عندك فلوس انك تشتري هذا كله تشتري هذا الحالة. والله المحل صار حوسة. ما ادري هل يمديني اشتري اثنين من حق التنظيف، لان الوضع كذا لا يطاق. الهاير خلاص ما في الا واحد. الحين نجي لموضوع الكونسل يا اخوان، يعني تكلفة شو اسمه الكونسل، كونسلين 10,000 يعني الواحد تقريبا 5,000. يا رب انه ما في اغراض برا عشان لا تبهذل الدنيا اكثر مما هي متبهذلة. طبعا هذا مفروض اني اجمعه واروح ابيعه على بال ما توصل لنا اغراض. لا اللوحة حلوة، تدري اللوحة حلوة تستر الاغراض كذا، عرفت؟ تستر الاغراض. لا هذا اغراضي والله. انا ودي اشوف الستور من وين يطلع، ليكون من البي سي بارت. والله فكرة نتحبس للمرة الجاية في طلبية البي سي. الواحد 700 حلو، يمديني اجلس على الكرسي وانا ماسك كرسي. والله يمديني. طيب بما ان وصلتنا اغراض الكونسل كاملة، الحين بنطلب تبع البي سي كامل. 1 2 3 4، خلها 3 تعوذ من ابليس. نتأكد كل شيء منه 3. بي سي، كراسي، كيبورد، 3 شاشات، 3 ماوسات، 3 طاولات، ثلاث تجميعات ب 22,000. بس صدقوني يا اخوان انها تجيب ذهب. ذهب والله. قربنا يا اخوان، قربنا. 0.02. طبعا مثل ما اتفقنا يا اخوان بنحط الشاشتين كذا على المدخل من الطابق الاول، حوالينهم يكون الاركيد. فنان صراحة. 683 يا وسخ، ما تدفع. ايش كان يلعب في ار هذا 600؟ والله ذهب يا اخوان. هذا الصوت كان مفروض قبل لا اجيب الشخص اللي يلاحقهم اني احطه بحيث اني انتبه، بس ما كنا نعرف هذا الشيء للاسف. يا مناس سرقوا فلوسنا ومشوا، بس الله يعوضنا خير. مثل ما تشوفون وصلنا الى القناة الفاحش. كذا يا اخوان السيتبات جاهزة، الاكس بوكس والبلاي ستيشن. جلس اطفي فيه اختفى. الله يخرب بيتك، اكتشفنا شيء جديد يا اخوان. اذا ما طفيت الحريق سلم على البي سي. ايش رايكم بالاكتشاف الجديد؟ بس الله يخرب بيت ام الاكتشاف.
كم الأسعار؟ كونسل 4 كونسل 5 8.5 8.5 ويطلبون بعد طلبيات. Can I get this candy? أورنج حلاوة وعصير برتقال. بس حلوة سعرهم صراحة، يعني هم والفي آر نفس الشيء تقريبا 8.5 8.5. بخليهم يوصلون 9. إيش رأيكم نرفع آخر شيء؟ خلي 10 10 ولا كله يا رجال، اللي بيجي يجي عشان أجي أعطيكم أبروف أنا، ياخذ من وقتي. اللي بيلعب حياه الله، خلي تقييمهم سيئة. هذا وين يبي يلعب في آر؟ لا اسمح لي، كم سعر في آر؟ 8 10. ما نتعامل، اللي يبي حياه. ريكوست ريكوست حبيبي، وقتي أثمن من ال أيوة. من اللي أجا؟ هذا مصمم قال بما اني طلعت الدرج فوق خلاص بنلعب. ارتفع السعر ولا ما ارتفع؟ شوف الحين التقاييم كيف بتصير، 5 5. ها انا افكر احط لي ستبين هنا، اسكر على الحمام، اللي يبى الحمام يصرف نفسه. هم كذا كذا يا اخوان يدخلون في الشيء، عرفت؟ اول شيء نضبط البي سي اللي ناقص، حطنا في ستب هذا، ستب الاخت الرهيبه على خدماتها المتواصله في هذا المحل واغراء الزباين. جربنا والله الكراسي هذه فخمة صراحة مع اللون هذا. طيب يا شباب رجعت لكم، هذا أول ستب مثل ما تشوفون، كل شيء طبعا الماوس باد والله وجوده وعدمه واحد، على كبر حجمه مثل ما تشوفون. شوف هذا الماوس باد اللي عليه بالأصفر، عليه الكيبورد الماوس وما يبين، لكن الطاولة مع البي سي اللون الأحمر والكرسي اللون الأحمر صراحة رهيب. والفي ار حذفته هناك، رجعته بحيث اني ارص الفي ار في هذا المكان وتكون فيه مساحه مثل ما انتم شايفين. هذا ستب المزه مثل ما اتفقنا يكون خاص لها، ما حد يلعب فيه غيرها. اعطوني رايكم في الكومنت. هذه الستبات الثلاثه، اشوف الشكل ممتاز، وهنا يكون الفي ار ارصه في هذا المكان. اي افكار عندكم اسويها في الحلقه الجايه. طبعا موضوع البيتكوين قبل لا اختم، يجيب لي 4000 يا اخوان، 4000. خلينا نسوي سل اول ولا نخليها؟ لا نخليها نجمع تقريبا، يعني حدود ال 40 دقيقه هذا مني عشان اجيب 4000. لو جبنا 3 من هذيلا او 4 من هذيلا في 10 دقائق بجيب ال 4000. يعني لو اسوي لي مزرعه اتوقع لو نجيب لنا اكثر من هذا، ونرصه في المطبخ او نرصه تحت الدرج او نشوف لنا مكان هنا فوق نرصه فيه، ما ادري والله. اعطوني افكاركم وبس، اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه، بانتظار منكم الكومنت واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.